نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. هذا رجل عنده مزرعة لم يطري بباله بيعها ولا عرضها، إنما عرض له من أغراه فباعها بأقساط تمتد على 10 سنوات، كل سنة قسط، كيف يزكي هذا؟ قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة، لأنها غير ليست عروضا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة الدين، زكاته زكاة الدين، بمعنى أنه إذا استوفى شيئا أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في الثاني في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا انقبض الثالثة يؤديه لثلاث سنوات، وهكذا. نعم.